تفاعل مجتمعي واسع شهدته مملكة البحرين مع التوجيه السامي لجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه حول التوسع في تطبيق عقوبات قانون العقوبات البديلة، حيث قدم المستفيدون من العفو الملكي الخاص والأهالي الشكر إلى جلالة الملك المفدى من خلال التغطية الإعلامية الواسعة التي أعدتها وزارة شؤون الإعلام عبر جملة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية. مساء النور عزيزي. مساء الخير. حضرتك مستفيد من قانون العقوبات البديلة؟ طبعا أنا ما مستفيد من قانون العقوبات البديلة، بالعكس أنا مستفيد من المكرمة الملكية السامية. نعم، اللي وهبني جلالة الملك الله يحفظه لنا. نعم آمين. نعم حدثنا بالله يا أبو جاسم أبو هاشم. والله يا أخي صراحة الفرحة لا توصف يعني. نعم. لما يعني هاي المكرمة اللي وصلتنا من جلالة الملك أثبت لنا أنه هو فعلا رمز المودة والتسامح. نعم هو أب للجميع، يفرح لما يشوفكم في وسط عوائلكم. شيء طبيعي وفعلا يفرح أهالينا، يفرح عيالنا، يفرح أبهاتنا أمهاتنا. الصراحة يعني هاي شيء نعتز فيه ونفتخر فيه. نعم. وأشكر كل من ساهم في هذا البرنامج. برنامج له استدلال الأخوات. استاهل يا أخوي. إن شاء الله حياتك القادمة تكون أفضل إن شاء الله، وبإذن الله الله يكتب لك كل خير إن شاء الله. شكرا لك. تفضل عمار، ماذا تحب أن تقول للمجتمع لأهلك بمناسبة شمولك بهذا القانون؟ والله شعور لا يوصف. حاب أشكر جلالة الملك وكل من ساهم، الحكومة الرشيدة. نعم. على هالمبادرة، وهاي المبادرة واجد زينة. نعم. يعني تكون ما بين أهلك وناسك. جميل، شلون الأهل استقبلوا هذا الخبر سعد؟ والله استقبلوا بكل فرحة. نعم، يعني صار عندكم فرحة العيد الوطني عيدين. العيد عيدين. إيه نعم. إيه نعم. إن شاء الله حياتكم كلها عياد إن شاء الله. يا الله. شكرا شكرا عمار. شكرا يا عمار. هو اليوم الواحد عن سنة الواحد يعني صحيح. ينتظر صح. ابنه أو أخوه أو يعني مهما كان يعني من الأسرة يعني لا. لحد الآن شوف الحين كم يوم من يوم الجمعة إلى الحين، والله لو تحضرون القرعة أو تحضرون، يعني أنا أحكيك عن نفسي شخصيا يعني وعن عائلتنا وعن منطقتنا، يعني لو تجيها تقول هاي شنو صاير وشنو العرس هذا اللي صاير. والله تستاهلون الفرحة والله، والأعلام فوق الرأس والهتافات يعني الله. يعني ما يفكرون الناس يفكرون يعني هذا عرس، فعلا عرس يعني والله عرس صحيح. كل عام وانت بخير حبيبتي، وانت بخير والبحرين وجلالة الملك بخير. حياك الله الغالية. الحمد لله رب العالمين. طبعا أول شيء فرحتين صارتني، أول شيء صار الاستبدال بالعقوبات. نعم. في نفس الشهر، والحين الحمد لله رب العالمين أصدر جلالة الملك الله يحفظه العفو الملكي. صار له حق ولدي عفو ملكي، يعني ما قصر أبونا، ما قصر جزاه الله الخير. الله يحفظه. فرحنا وفرح وايد أهالي، طبعا مو لاقين حتى الفرحة يعني ما أدري ما تنوصف. كم سنة كان يعني محكوم على ولدك أختي العزيزة؟ تسع سنوات. وش كثر قضى منها؟ سبع سنوات. كان باقي له سنتين. وباقي له سنتين. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين ما قصر. نعم. شوفي طبعا جلالة الملك على هذا العفو، وعساه دخر إن شاء الله لنا ولا البحرين. الحمد لله رب العالمين. والنعم يا أبو محمد شلونك يبا؟ بخير تمام، شطا والعمر إن شاء الله. أنت أحد يعني عندك كان أحد أفراد أسرتك محكوم عليه؟ لا بالأحرى أنا اللي كان محكوم يا علي. يا سلام وطلعت يعني. الحين ما شاء الله. إيش كثر كان محكوم عليكم محمد؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. زين، وأنا حاب أوجه شكر وسلام والتهنئة إلى جلالة الملك الله يطول عمره وخليه لنا دخر إن شاء الله. ما قصر، استفدت أنا من أشياء وايد. طبعا هي أول شيء استبدال عقوبة. نعم. اللي طلعت فيها. وشي ثاني المكر هذا كان باقي لفترة، بس كم كان باقي لك محمد؟ كم كان باقي لك في الحكم؟ كان باقي لي تقريبا سنة. 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 الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. جلالة الوالد الملك المفدى ما قصر. يعني بقرار ماله هذا اللي هو الاستبدال نفعنا وايد ونفع ناس وايد طبعا. خلانا نعرف نكمل حياتنا يعني ما أدري شلون يعني أشكره وأوجه له يعني شكر وتهنئة مناسبة بعد العيد الوطني.